السلام عليكم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من علوم كملين. اهلا بكل الناس في استوديو صوت الناس، وكما العاده عبد الفتاح السيسي ونظامه ما بيخيبوش سوء ظننا فيهم. طلعنا قلنا لحضراتكم ان في تعويم جاي، والتعويم مش باوامر ولا اراده مصريه، التعويم باراده من بره مصر، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمانحين، كله شايف ان لازم قيمه الجنيه تنزل قدام الدولار. كنا بنقول لحضراتكم الكلام ده من فترة، وقلنا ان التعويم جاي قبل رمضان. قلنا ده مش علشان احنا بنقرأ الغيب لا سمح الله، ولكن علشان احنا بنتابع المؤسسات الدولية، بنشوف الاقتصاديين الكبار في العالم بيقولوا ايه، ونيجي نقول لحضراتكم الرواية الحقيقية. كلهم قالوا ان قبل رمضان في تعويم، ولكن اعلام عبد الفتاح السيسي كان ولا زال مصر ان ده مش تعويم يا جماعة، ولا خفض قيمة الجنيه، ده تحرير لسعر الصرف. هيقول لك صحيح، خد بالك تحرير سعر الصرف ده مهم جدا، علشان يبقى سعر الدولار في السوق المصري تبع الاحتياج. يعني ممكن تلاقي الدولار ب10 جنيه لو الدولار ده كتير، وممكن تلاقيه ب100 جنيه لو الدولار شاحح. طب في الظرف اللي احنا فيه، تحرير سعر الصرف دون تأمين مصادر للدولار بشكل دائم، ده في صالح المواطن ولا في صالح اي حد تاني غير المواطن المصري؟ هنشوف في الحلقة دي ونتابع مع بعض ونعرف انه مش في صالح المواطن المصري. تحرير سعر الصرف ده حاجة كويسة، علشان هو بيحاول يقضي على السوق السوداء، بس هو ما قالش انا هقضي على السوق السوداء ونزل سعر الدولار، لا هو قال ايه؟ هو يعني السوق السوداء دلوقتي فيه سعر الدولار بكام؟ ب50؟ خلاص هنخلي سعر الصرف بتاع البنك 50. فالراجل اللي بيحول من بره ما يحولش على قرايبه من بره لبره، لا يحول على البنك فيعرفوا يبقى عندهم دولارات. طيب حلو، هيجيب ده للبنك المركزي 5 6 7 10 مليار دولار زياده. جميل، بس في نفس الوقت سعر الدولار في السوق والبنك بقى واحد، اللي هو بقى كام؟ بقى الدولار ب50 و60 جنيه، مش ب30 و25 زي ما انت كنت بتحلم وتقول للناس. يبقى لازال نزيف البلد شغال، لازال الضغط على الاقتصاد شغال، لازال التضخم شغال. هتقول لي هو انت مش عاجبك حاجة؟ هو انت قلت تحرير سعر الصرف عمل تحرير سعر صرف مش عاجبك ليه؟ هقول لك، علشان هو ما بيعملش ده بإرادته، ما بيعملش ده بعد ما درس السوق ووفق أوضاع الناس الغلابة. هتقولي والغلابة مالهم؟ هقولك ما هو الغلابة اللي بيأكلوا من السكر اللي بيجي من برة، والقمح اللي بيجي من برة، والزيت اللي بيجي من برة، والبنزين والسولر اللي بيجوا من برة، الناس دول هيتعاملوا بسعر السوق اللي هو سعر كان حر أو مش حر. دلوقتي هيبقى سعر الدولار عليهم زي ما هو موجود 50 50 60 60، هيزود ده عليهم الاسعار، هيزود عليهم سعر الخدمه وسعر السلعه، فالمتضرر الوحيد هيبقى مين؟ الشعب. هتقولي ما هو النهارده البنك المركزي يا عم زود الفايده 6%، فاللي معاهم فلوس هيروحوا يحطوها في البنك بقى علشان ياخدوا الفايده. هقول لك طب هو احنا محتاجين ناس تحط فلوس في البنك وتاخد هي عليها فايده والبنك هو اللي يشتغل، ولا محتاجين الدوله تعمل مصانع فالناس تشتغل، فالناس تاخد مرتبات وتستر بيوتها، ويبقى عندنا منتج بنصدره للخارج، فلما نصدره للخارج نجيب دولارات فسعر الصرف يبقى واحد، لان سعر الدولارات او حجم الدولارات اللي داخل مصر هيبقى كتير ومتوفر. تحرير سعر الصرف زي دول العالم مهم وكويس، بس امتى؟ لما تكون ضامن انه ما يبقاش اعلى من السقف، اما انه ما يبقاش تمن مبالغ فيه، انه يبقى تمن معقول يخلي كل المصالح بتاعت الناس ماشية بتمن او باسعار متناسبة مع الدخل. ليه؟ لان انت لما زودت دلوقتي دخل الناس وقلت الحد الادنى هيبقى 6000 جنيه النهاردة، ودلوقتي حالا بعد التعويم احنا بنتكلم ان 6000 جنيه دول عند الحكومة وعند القطاع الخاص او السوق السوداء تقريبا ب100 دولار او 105 110 دولار. فاحنا لسه في نفس الأزمة، لسه أسعار السلع بتزيد وحتزيد، لأن سعر الدولار ما بقاش 31 زي ما الدولة كانت بتقول، لا
هو قال لك ايه؟ قال لك احنا ليه عندنا سعرين؟ علشان احنا ماسكين على سعر في البنك والسوق بيتعامل بسعر حقيقي، فاحنا كل اللي هنعمله ان احنا هنبطل نحط سعر من عندنا في البنك، وهيبقى في سعر واحد، هنطلع احنا بقى ايه للسعر بتاع السوق السودا. فيا سوق يا سودا، انت بتبيع بكام؟ بتبيع دلوقتي بخمسة وخمسين، احنا هنبيع زيك بخمسة وخمسين. شفت العبقرية؟ هو بيعتمد على انه كمان فترة هيخش له القسط التاني بتاع الفلوس اللي باع بيها راس الحكمة، ولسه هيجيله قرض من البنك الدولي عظيم جدا، فصندوق النقد الدولي. لما تجيله القروض دي ايه اللي هيحصل؟ هو هيسيبك شهر اتنين كده لحد ما تجيله القروض دي، على اساس ان سعر الدولار ينزل تاني. هرجع واقول لك ان كل دي مسكنات، وان العلاج الوحيد لازمة الدولار في مصر ان يكون عندنا مصادر دولار دايمة بشكل مستدام، بشكل مفهوش مشاكل، مش كل شوية النهاردة فيه وبكرة مفيش. الحل الوحيد للأزمة الدولارية في مصر ان احنا يكون عندنا تصنيع وتصدير، التصدير ده يدخل لنا عملة صعبة بشكل دائم. عندنا دول في الإقليم بتصدر منتجات غير بترولية بما يعادل 300 و 340 مليار دولار في السنة، يعني بحسبة تقريبا كل يوم في السنة بيدخل لهم مليار أو مليار إلا شوية من التصدير والسياحة. إحنا لو عندنا المصادر دي وقتها يبقى عندنا سعر دولار واحد في البنك، في القطاع الخاص، في السوق السوداء، في أي حتة. غير كده هتبقى مسكنات، بيدونا مسكنات، الدولار ينزل شوية، بعد كده ينتهي المسكن، يرجع الدولار يزيد. والدليل إن في أسعار غليت ولما الدولار نزل ما نزلتش. ليه؟ لأن لسه ما استوردش بالسعر الجديد. طب هو هيلحق يستورد بالسعر الجديد بعد التعويم اللي حاصل النهاردة؟ مش هيلحق، وهيستورد بالأسعار القديمة، فالأسعار هتزيد على حضرتك مرة تانية لحد ما ياخد قرض، لحد ما يبيع أرض، لحد ما يقدر يدخل عملة، فيدخل مجموعة أو يدخل مبلغ من الدولارات، ينزل السعر شوية، وبعد شوية يرجع السعر يزيد تاني، وهكذا نفضل في ده، لأن احنا ما بنعالجش أصل المرض. أهلا بحضرتكم. النهاردة سعر الصرف اتعوم، والجنيه انخفض مرة تانية، وكله متفق عليه من الجهات الدولية اللي بتطلب مننا ده، اللي بتجبرنا على ده، وده اللي يخوفك بصراحة. التعويم وصل والجنيه رجع يعاني مرة تانية. وسيبك من كلام نشأة الديهي اللي لسه طالع النهاردة يقولك ليلة سودة على تجار السوق السودة، لا، هي الليلة السودة على الغلابة اللي هتزيد عليهم الأسعار، لأن التضخم هيزيد. هتقول لي يعني إيه تضخم؟ هقولك الفرق ما بين مرتب حضرتك وسعر الحاجة في السوق. هيبقى معاك فلوس كتير بس ما بتجيبش بيها حاجات كتير. انت كنت بتاخد 350 جنيه في 2005، كنت بتشتري بيهم كيلو اللحمة ب 35 جنيه. النهاردة بتاخد 6000 جنيه، وقبل التعويم كيلو اللحمة كان وصل 520 جنيه. مش عارف دلوقتي، هتتصلوا بينا وتقولوا لنا اللحمة بقت بكام دلوقتي، لان احنا كل حاجة عندنا مرتبطة بالدولار، علشان ما بنزرعش كل الحاجة اللي بناكلها، علشان ما بنصنعش الدواء اللي احنا عايزينه، علشان ما بنصنعش كل احتياجاتنا. عشان كده ارجع افكرك بكلمة قالها رئيس مصر اللي انتخبناه في يوم من الايام، عايزين نزرع غذائنا، عايزين نصنع دوائنا، وعايزين نصنع سلاحنا. التلات كلمات دول او الست كلمات دول دي نظرية اقتصادية، لو اشتغلت عليها كان زمانك ما بيهمكش الدولار وما بيأثرش فيك بشكل كبير. نشوف اخبار النهاردة بتقول ايه، ونتابع التعويم اللي حاصل النهاردة من صباحية ربنا. اول خبر معانا بيقول لنا اهو ان البنك المركزي المصري بيقرر رفع الفايدة 6%، وبيقرر تحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق. يعني ايه؟ يعني عرض وطلب، يعني معانا كام هنجيب بيهم دولار، الدولار متوفر قد ايه سعره هيبقى قليل، الدولار هيشح سعره هيزيد. دي النظريات جديدة، زي بالظبط اي سلعة لما بتبقى متوفرة بيبقى سعرها طبيعي وعادي وفي متناول الجميع، لما بتشح سعرها بيغلى. الدولار كمان هيبقى كده.
في دولار كتير في البلد هتلاقيه ب40 جنيه ب35 جنيه، مفيش دولار كتير في البلد هتلاقيه ب60 70 80 وانت طالع. طيب ده معناه ايه؟ معناه ربنا يستر علينا. طب احنا عندنا القدرة ان يبقى في دولار كتير في البلد؟ لا ما عندناش. ليه؟ عشان عندنا استحقاقات لديون وفوائد واقساط ديون ب 42 مليار و 300 مليون السنة دي، ده غير ان كل سنة كل شهر عايزين على الاقل من 9.5 ل 10.5 مليار دولار نجيب بيهم بقى البنزين والسلع اللي بنستوردها من بره. عرفت ليه احنا رايحين لتمن واحد للدولار؟ بس هو التمن العالي، التمن اللي هيظلم المواطن المصري. طيب سعر الدولار يوم الثلاث 5/3 اللي هو امبارح كان كام؟ سعر الدولار 5/3 امام الجنيه المصري، ورينا كده كان وصل كام يوم الثلاث امبارح؟ كان وصل يا سيدي في الرسمي كان ب30 جنيه 75 قرش وب30 85 للبيع، وبنك سي اي بي كان 30 جنيه و85 قرش للشراء و30 جنيه 95 قرش للبيع. طبعا انت كنت بتروح تبيع للبنك انما ما كنتش تقدر تشتري لان ما حدش متوفر عنده دولار وما حدش مجنون في دماغه ممكن يبيع لك الدولار ب31 جنيه. النهارده الدنيا وصلت فين؟ واحنا عم بنعد الحلقه كانت الاسعار عماله تختلف وبتعلى. يعني مثلا عندي خبر قال لك الدولار ارتفع 35.5، ده ابتداء اول ما بداوا ايه يقولوا هنعوم، ايه حضر عوامتك يا باشا انت وهو، فبقى 35.5. ده بعدها بشويه بدقائق مش بساعات السعر اتغير وبقى ب40.5. بقينا بنقفز زي ما بيقول لنا عبد الفتاح السيسي، بس بنقفز في السعر، بنقفز في سعر الدولار، بنقفز لتحت بقى في الجنيه اللي بيغرق، ويطلعوا يتبجحوا يقول لك ايه ليله سودة على السوق السودة. عظيم جدا. طيب شويه قال لك 40.5، قال لك لا السعر خلاص يا جماعه احنا هنخلي سعر صرف واحد الا وهو توحيد اسعار الصرف. سعر الدولار في البنوك يقترب من 46 جنيه حتى الان، حتى الان دي اللي هو من ساعتين ثلاثه، لانه وصل في اماكن 52 جنيه، بس هو عايز يوحد سعر الصرف في مصر كلها ب 46 جنيه. بعدها بشويه اصل الدولار والاقتصاد ما بيخافش من العين الحمراء زي ما كان يوسف الحسيني كده بيقول لك ايه السيسي هيحمر عينه للدولار فالدولار يخاف. لا الدولار ما بيخافش، الدولار في ظهره امريكا واقتصاد امريكا وحركه عالميه من التداول فما بيخافش. 46.5 دي بعد دقيقتين ثلاثه هوب طلع لكام؟ طلع ل 47 اهو، تخطى ال 47. ده الكلام ده امتى؟ ده الكلام ده حوالي الساعه 12 بتوقيت القاهره، واحنا دلوقتي الساعه 5 بتوقيت القاهره. تخطى ال 47 جنيه سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاربعاء. طيب وقف عند كده خلاص 47 ربنا هداه؟ لا ما وقفش عند كده. رويترز قامت من بعيد كده قالت لنا استنوا يا جماعه مش 47 خالص. بعدها بساعتين بقى قالت لك الجنيه المصري يتراجع الى 49 جنيه قدام الدولار الواحد. يعني انت بدات امبارح من حوالي اقل من 31 جنيه للدولار، النهارده بتتكلم عن 49 جنيه قدام الدولار الواحد، ده لحد الساعه 2 من 3 ساعات فاتوا. تهدى الامور وتقف على كده؟ معلش ممكن تتعبوا معايا بس انا بقول لكم اللي حصل. الامور ما وقفتش عند كده عشان سعر الدولار الرسمي وصل ل 50 جنيه. ده مين اللي قال لنا كده؟ القاهره 24. وخد بالك القاهره 24 بتقول لنا ان ده حصل الساعه 12:30 اصلا مش الساعه 2 ولا حاجه. سعر الدولار يصل الى 50 جنيه لاول مره بعدد من البنوك، وصل 50 جنيه رسمي. عرفت يعني ايه هيقضي على السوق السوداء؟ هيبقى البنك زيه زي السوق السوداء، هيبقى السعر في كل حته واحد ولكنه سعر عالي. عشان لما نقول ان هو كان بيقيم سعر الدولار بسعر غير عادل وغير منطقي
وان الناس كانت بتبيع في السوق السوداء، وكنا بنسمي السوق السوداء دي السوق الموازي او السوق الطبيعيه عشان كان ده الطبيعي. اللي كان عايش في ميه المخلل وقتها كان النظام. اللي ما كانش بيقيم الدولار او بيسعر الدولار بالسعر الطبيعي كان سعر البنك وسعر النظام. مين اللي كان بيقيمه صح؟ المواطن. علشان كده كان بيتعامل بيه مع المواطن اللي زيه، والنظام يقول لك لا السوق السوداء كخ، مع ان السوق السوداء في وجهه نظر النظام السوق السوداء دي هي اللي كانت بتقدم السعر الحقيقي، والنظام بعد ما خربت مالطا جاي دلوقتي يلحق بالسوق السوداء.